وفي فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن معنا فيه عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية مباشرة. بعد التحية عربي، نتحدث حول مؤتمر ميونخ للأمن طبعا والفعاليات المشتركة والحوارات والمناقشات التي تبدو خلفك في هذه المشاهد التي نعرضها مباشرة. إذن هناك استراتيجية أوروبية واضحة لزيادة الإنفاق الدفاعي والتعاون العسكري المشترك فيما بين الدول الأوروبية، وأيضا حتى دمج أوكرانيا في برنامج ما يسمى بالدفاع الأوروبي. فكيف تبدو هذه المناقشات في هذا المؤتمر؟ بالتأكيد حسن، الآن هي الجلسة الأخيرة بخصوص أوكرانيا تتابع ماريا تسيمامان، وهي السيدة التي ترأس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني البوندستاغ، وأيضا رئيسة وزراء السويد السابقة. يتحدثون بالتأكيد طبعا عن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وسوف يكون هناك احتفالية في المستقبل في واشنطن تحديدا بمناسبة قمة الناتو القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الجميع أكد خلال مؤتمر ميونخ للأمن وأيضا الجلسة الدائرة الآن أن هناك ضرورة ملحة للإنتاج المشترك تحديدا لأمور محددة، وهي الذخائر والأسلحة المرتبطة بالدفاع عن أوروبا بشكل كامل. هناك مخاوف وأسئلة وجهت لكل الحضور في هذه الجلسات عن مستقبل حلف الناتو إذا قاد الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب. نعم. في المستقبل، لذلك الجميع والنوى طبعا يعني عربي أن هذه الجلسة التي تبدو الإنتاج المشترك التي تدور الآن طبعا يظهر فيها جوزيف بوريل المنسق الأعلى للسياسة الخارجية، طبعا هنا يدلي بدلو في هذه الأطروحات الخاصة بهذه الاستراتيجية الأوروبية. بالتأكيد التعاون لا حل إلا للتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي للإنتاج المشترك. هناك ثغرات معينة ذكرها في البداية أيضا أمين عام حلف الناتو ستولتنبرغ، وأيضا جوزيف بوريل تكلم عن هذه الثغرات الخاصة بالأمور الدفاعية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، عملية صيانة الأسلحة وإنتاج الذخائر. هناك أزمة كبيرة جدا في مخازن الذخائر داخل دول حلف الناتو يجب معالجتها بشكل سريع، ولا حل سوى الاتفاقيات الدفاعية مع مصانع إنتاج الأسلحة. وهناك بالفعل السيدة تسيمامان رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني البوندستاغ ذكرت المصنع الجديد في ألمانيا في ولاية شمال الراين الذي سينتج ذخائر في المستقبل لألمانيا والاتحاد الأوروبي بشكل كامل. هذه نقطة أساسية في هذا المؤتمر الآن، وهي جلسة بالطبع تتحدث عن التحديات الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي في المستقبل في ظل الحرب الأوكرانية الروسية الدائرة الآن، وعملية مد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر التي أدت إلى أن مخازن السلاح في الاتحاد الأوروبي أصبحت خاوية. لذلك الجميع يدفع بشكل سريع إلى اتفاقيات مع شركات السلاح لإنتاج الأسلحة في المستقبل، لأن الأزمة الحقيقية الآن للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ما يدور طبعا في هذه الجلسة الحوارية التي نعرضها الآن خلفك مباشرة وفيها نعرض مباشرة أيضا جوزيف بوريل، كانت هناك جلسات نقاشية حوارات حول الحرب على قطاع غزة في اليوم الأخير طبعا لهذا المؤتمر. هذه نقطة كانت مهمة. هناك أيضا كانت مقابلة تلفزيونية مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الذي أدلى بدلوه في عدة أمور، وخاصة فيما يتعلق بأهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة. فما التفاصيل في هذه النقطة عربي؟ بالتأكيد حسان، رئيس الوزراء الفلسطيني أكد بشكل مباشر للحضور هنا في ميونخ. إسرائيل تقود أداء السلطة الفلسطينية بشكل كامل وعملية الانتخابات أيضا، وقال بشكل مباشر أيضا أن هناك بالفعل هناك يعني روسيا سوف تجتمع بالفصائل الفلسطينية من المفترض الأسبوع المقبل لتقريب وجهات النظر وإجراء مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وما إلى ذلك. ولكن تحدث بشكل مباشر عن أن السبب الرئيسي فيما يحدث الآن في غزة من قبل عمليات القصف الإسرائيلية هي دعم الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع لإسرائيل. ولكن الجميع ذكر سواء رئيس الوزراء الفلسطيني وأيضا سامح شكري وزير الخارجية المصري وأيضا أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني اتفق الثلاثة على أمر واحد، وأن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية لم تبدأ من 7 أكتوبر، لأن جميع الأسئلة الموجهة هنا من مدير الجلسات وحتى الصحفيين الموجودين إلى الضيوف العرب حول 7 أكتوبر. الأزمة من عام 47. سامح شكري وزير الخارجية المصري ذكر بالأمس أن الأزمة بدأت من عام 47، وإذا تحدثنا عن عدد الشهداء والقتلى في الجانب الفلسطيني منذ عام 47 وحتى الآن ستكون أرقام صادمة للمجتمع الدولي الذي يعلمها. نعم. بالفعل، لذلك لا حلا سوى حل الدولتين الذي نادى به الجميع هنا في مؤتمر ميونخ للأمن. حساني، نقطة أخيرة هامة جدا لاحظنا في مؤتمر ميونخ للأمن أن اللغة التي يتحدث بها المحاورين ومديري الجلسة وحتى الصحفيين الأوروبيين تجاه إسرائيل تغيرت، أصبح هناك تضامن مع القضية الفلسطينية. الفيديوهات التي تعرض على وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات العربية
ومنهم نعم. بالطبع قناه القاهره الاخباريه غيرت وجهه النظر الموجوده الان في اوروبا تجاه هذه القضيه. الامر لم يعد وجهه النظر الاوروبيه تجاه اسرائيل وحتى الصحفيين تغيرت الى حد ما. الجميع نعم. المأساة الكبيره التي تقوم بها اسرائيل في غزه. سوف نتركك اذا مع فعاليات هذا المؤتمر، وبالضروره سوف نكون معك عندما تكون لك تطورات جديده فيه. من ميونخ عربي مرزوق مراسل القاهره الاخباريه، اشكرك عربي.